السلام عليكم مشاهدين ديالي، لاباس عليكم؟ عرفتي دابا انا حاليا معصبه واحد الدرجه ما تقدروش تصور. مهم دابا انا في بيتي شحال من تتسنى باش يتقاد الامور وداك الشيء، واخا شريت واحد المرايه شريتها كومونديتها من واحد السيت، كنت كنقول واش تعجبني ولا لا، صدقت مزيانه في التالي قوه السونيطات. المهم فاش كومونديتها جا واحد الليفرور صدع ليا راسي، فين انا بلاصه اليوم غدا؟ مهم محني عليها بحراء، جابها لي الدب الثانويه عاتني. المهم في التالي جابها لي، دابا في التالي جا المعلم باش غادي يركب ليا المرايه. فاش ركبها لي انا ما كنتش حدا بصراحه، حشمت نبقى حدا الرجال هكا داخله خارجه عليهم صافي. المرايه غتركبها هنا انت راك عارف. جا واحد المعلم طويل دار المرايه على طولته، دابا هو طويل قوة السونيطات. المهم دابا انا جيت باش نكمل معاكم. جا واحد المعلم عاوتاني نشوف شنو غادي يدير، الى غريبه غيديرنا اليوم. دوزت شويه واخا معصب على ديك المرايه فاش ركبها ليا، واخا يسمعوني فاش ركب لي ديك المرايه جاتني عاليه بزاف. انا كنبان كيبان غير راسي وهاد البلاصه هادي، تخيلي كنبان داير بحال هكا وكتبين لي شكون عجبتنيش، زعما دايرها في الحمام والشهوة. عاد بيت العرس ديالي دقدق مزيان مزيان، داك البيرو ولا حالتو صراحة. انا اولا نبدل هاد الشي عشيت عليا في راسي كلشي، وعاد المرايا اللي شريها جديدة ما مصوبوهاليش كي بغيت. والمشكلة فيا انا اللي متنقدرش نهضر، مكنقدرش نعبر على داكشي اللي داخل ديالي. قلت علاش لا مانديرش فيديو نقول داكشي. انا عاد قلت لخالتي واش رايك تقدر هي تقولها لهم، تقدر هي تقول لهم شنو كان شنو كان بلي ما عجبنيش داك الخدمه. وعرفتي فيا الجوع، والجوع زاد عصبني. عاوتاني جيت باش نهبط كاشريدو، انا جاي باش غادي نهبط كاشريدو وهو انا نعرفه بلي خسر عاوتاني. ما فهمتش انا الزهر كيفاش داير. كل حاجه حتى كنقول صافي بيتي هاد النهار غادي يتقاد مزيان، عاوتاني هو كيخسر. عاوتاني جا واحد المعلم تريسيان، ما عرفش لا ويلا على تريسيان، واحد المعلم تريسيان. تريسيان قولي واش كتحسي جنبك الضوء، واش كتحسي؟ المهم اللي كيصوبوا هادشي ديال الضوء يمكن تريسيان تقريبا. المهم ما كنعرفش صراحه سميتهم بالضبط، في واحد الجوع خطير الا بالهومبي ديال الماء بزاف. المهم اليوم غادي نصوبو البيت باش ما كمل ان شاء الله، غادي نوريكم النتيجه في التالي. بيتي ولا خايب ما عجبنيش، دقدق لينا فهاد الرحيل بزاف، تقشر داك البيرو حتى هو ولا حالته. غادي نبدل كلشي دابا دابا، واخا غادي انستاليهم وغادي نقادهم، ولكن بعد واحد شويه ندوز واحد شويه وغادي نبدلهم حيت ما بقاوش عاجبيني. والرحيل هادشي باش خايب كي تكرفسوا لك الحوايج ديالك. المهم دابا عرفتي طالع لي واحد الدم، طالع لي واحد الدم خطير ما نقولكمش. حتى انا ما يلا اختي شكرا، الله يجازيك بخير. شكرا، نتخطبوا ما يبقاش فيا الجوع. حاضر. المهم دايرين هنا اللحم بالقناريه وواحد الكوزينه غزاله، انا شدت الفرشيطه اللي يهضر معايا اللي يهضر معايا اللي كنضحكوا صراحه. ما عرفتش علاش هزيتها اصلا، خالتي بوشرى صراحه قصص معانا هاد الايام. المهم مازال ما داروا والو، شحال هما جالسين هنايا ما داروا حتى شي حاجه. ها نتوما شوفوا علاش كنهضر. هذا في الاول كان طالع، من بعد انا غير قص فيها بهاد الفرشيطه داك الشيء شديتها قبيله، قص فيها هكا وهو يهبط وما بغاش يزيد يطلع. كنقول هكا الا طلعت يقدر يزيد يهبط، ممكن نقول اللهم هكا شويه ديال الضو داخل ولا بلاش. فهاد الطفايات هادو كنبرك باش يهبط، ما كيهبطش كاع. شفتي كيفاش ولا ليا بيت النعاس؟ شوفوا شارياه غزال كيحمق. هاد الجناب هادو عصبوني واحد الدرجة، شوفوا هنا شتي، وعاد بزاف ديال الحواير هنا. الرحيل خايب بزاف. هانتوما نوريكم المرايا،
مشدو حتى هذا نهضر. المهم شالو الضو وكان كطيح هادي كطيح كطفى على كلشي. في الحمام رجع الضو هانتوما علاش كنهضر. شوفوا شحال عاليه بزاف. شتو انا في حداش كنجي كنجي باينه قصيره. وشوف شحال طلع له الفوق. شوفوا شحال الفوق. تعصبت صراحه المرايه عجبتني زوينه ولكن شحال العذاب كما قلت لكم في الاول مع الليفرر في الاول. دابا عاوتاني في التعليق ديالها واخا هي زوينه ولكن زعما واحد العذاب دوزتو معاها. وعاد زاد معصبني انا هاد لافابو علاش زعما ما يديرولوش هذيك ديالو اللي كتستر هاد الشيء هذا. علاش هذيك اللي كتستر داك القادوس اللي كيبان. شوفوا الحمام كيفاش داير. مازال ما استفدت شي حاجه. داكشي خشب شويه فيها الصبابط. يلا بديت كنستف ويبقى لي هذا المشكل. عرفتي داك المسلسل ديال من دار لدار هو اللي طبق علينا دابا حنايا. من دار لدار تسمع اخبار. شحال كنت كنتبع داك المسلسل. المهم بزاف الناس اللي غادي يسولوني على المرايه عاوتاني كيف ما ديما فوق ما كنشري شي حاجه كيسولوني. المهم خديتها من واحد لاباج في انستغرام بثمن ديالها 350 درهم. صراحه زوينه الكاليتي ديالها زوينه المنظر ديالها زوين. يعني احسن من بزاف المرايات اللي كنشوفهم عند دروغري ولا شي حاجه. هادو كيكونوا فيهم واحد الحديدات كيتسداو بقوه الاستعمال ومع الماء وداكشي كيبقاو يتسداو. صراحه كانوا عندنا شحال هادي وما كنتش كنحملهم. وهادو زوينين جاوني راقيين كيف ما كنقولوا بهاد الام دي اف زوين. وهاد المرايه ديالهم زوينه جاية كلاس. واختاريت اللون البيض. البيض هو اللي كيجي مع كل شيء صراحة. ما عندي لا موشي في البيض البيرو في البيض. بغيت ندير داك التاب كله بيض. مع دابا انا كيف ما شفتو بيتي في الغوز. بيتي في الغوز ما خصوش الالوان بزاف. يعني خصو كل شيء بيض. الغوز والبيض غادي يجي زوين. حتى بالنسبة للكوفغلي اللي خديت هكا الفراش ديالي ماشي في الاحمر كيف ما كان. دابا غادي ندير له واحد اللوين بيض اللي زويون وندير البيض والغوز. المهم داكشي غادي يجي زوين بزاف ان شاء الله. عرفتي واحد ستيل فرنسي باغا نديرو. يا ربي واش كندعي في الحمام. زين واش غادي ندير. يا ربي هذه هذا بزاف. يا ربي يا ربي اللي بغيت زعما وتسكت لي الامور حتى نقاد بيتي. مع انتم عارفين راه اي حاجه زعما بيتي هو احسن حاجه عندي في الدار. وكيعجبني ديما يكون مرتب مخمل. ما كتعجبني فيه حتى شي حاجه هكا ضايعه ولا نشوفها مهرسه تنتعصب. شتي في الدار تكون اي حاجه مهرسه ما يهمنيش. ولكن في بيتي بالضبط ما كيعجبنيش نشوف حاجتي تهرسات او شي حاجه مثلا خاسره فيها فلوس وكتضيع. فهمتوا كنتعصب. دابا انا البيت ديالي اللي هكا تجراح وداكشي تعصبت بزاف. ما حيتش راه غالي. راه غير هذيك شنو الكادر شريها ب 10000 درهم. شريها غالي بزاف من كيتيا. داكشي علاش ما بقى فيا الحال انه يضيع. صراحه بقى فيا الحال بزاف على يضيع وترولنا بزاف. وهذا ما كان هذا الناس. المهم كما قلت لكم اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. وكنبقى نفكر انايا كيفاش غادي نرتب هذا الحمام. مازال باغا ندير فيه بزاف ديال لوغونجمون هنايا. ما باغاش ندير الخطا اللي درت في المره اللي فاتت حيت المره اللي فاتت ما استغلتش الحمام. وبغيت ندير فيه شي حاجه اللي زوينه نبقى ندوش فيه هنا حسن حيت الحمام الاخر بعيد. بزاف الناس اللي في التعليق ماشي في التعليق الناس اللي المهم داك المنتقدين الخاويين كيبقاو يقولوا علاش يسرا كتاخذ الحمام البيت اللي فيه الحمام. انا تيجي زهري البيت اللي فيه الحمام. اصلا انا ما اختاريتش هاد المره ما اختاريتش انا البيت اللي فيه الحمام. المره اللي فاتت حيت البيت اللي فيه الحمام كان في الغوز وكبير هاد الشيء علاش وفيه الحمام وما استغليتوش. يعني ما كنتش كنغسل فيه نهائيا. هاد المره هادي ما اختاريتوش انا اختارته لبنى. بحيث شكون دخل اول مره لهاد الدار دخلت بابا ولبنى وفاطمه زهراء. انا ما كنتش كنت في توجطات عند عمتي. داكشي علاش صافي راه ما شفتش الدار. هما اللي بقاو كيبلانيو هذا البيت يسرى هذا البيت ديالنا هذا البيت فاطمه زهراء.
صافي فاش جيت لقيت بيتي فيه الحمام الحمد لله واش كرتو يعني جاتني مزيانه يكون بيت فيه الحمام شي حاجه اللي زوينه واخا انا كنت صراحه كنفضل يكون فيه باركو زوينه كنت باغا ندير له عاوتاني واحد التمشكل ندير له هكا سميتو هذاك غازو يكون اصطناعي ندير له واحد الدار في شكل بحال واحد الجريده صغير ورا هكا تشربي فيها كافي في العشيه وداك الشيء وندير له واحد البالونسوار المهم كنت بحال هكا بغيت ندير ولكن ما كانش ما لقيناش الدار اللي فيها البانكو ولكن ما عليش صح كان مزيان واحد ما كان البلاص يلا غادي نمشيو شويه غادي يحطوا الغداء ونتغداو انا معاك الزهر هذا اللي شحال وانا باغا باش غادي نديرو وعاد كتاب في الغوز غوز بيبي شوفوا شحال كيحمق ما شاء الله عجبني بزاف مسوقه باش نديرو نشوفو كيفاش غادي يجي غادي نغلف بها الناموسيه المهم نغلفها ونوريكم كي يجي وعندي حتى هذا في البلون كاسي شوفوا شحال زوين حتى هذا زوين جاي بيج بلون كاسي المهم جاي فيه واحد اللون مئدب زوين ولكن دابا بغيت ندير الغوز نبدا به من بعد عاوتاني فاش يطلع لي فراس الغوز عاوتاني ندير هذا البلون كاسي المهم حنا غادي حاجه زوينه تبارك الله ما شاء الله لا اختك اخواتي بشرى يسرى السهل ماشي على زور السهل شي حاجه ما احسن وما اغلى احسنتي كذلك درنا انا ويا واحد التحدي قالت لي شحال تعطي الى دخل لاموسيا في ليزار يلا حشموا علينا المتسبين واحد انا صراحه ما عندي كنقول ما تدخلش واحد جوج ثلاثه بسم الله شنو بالك ما تدخل تدخل لاموسيا ليزار مأكدة بسم الله يلا العروسه يلا زيد صافي دخلات البلاصه راه صوب احسن من اللي كان ما كاش كيوقف هكا شحال كيوقف حلس ياك ما ضغطنيش يا يسرى يلا خطك وهي البنات عرفتي فرحت منين دخل هاد لي زار في ناموسيه عرفتي ما كنتش كنتوقع لا ما كنت كنتوقع البنات شوفوا هانتوما خويا غير هو حاجه وحده جا واسع شي شويه ولكن سمحوا لي واخا هي راه غير دخلات وصافي ما هو راه ماشي ديال ناموسيه اي هذا راه ديال الكوفرلي ايوا عارفه ولكن حتى هاد الطريقه مزيانه جات زوينه باش ما كيبقاش يتلون كل ساعه يلا بالصحه والراحه جا زوين دابا يلا ديروا لي 10 على 10 يا يسرى تبارك الله عليك خالتي بشرى ضربتي معايا انا ما خسراش فيك واو عجبني الصراحه البلاصه كيحمق جا زوين وشحال واحد المباراه قديمه مع الموسيقى داكشي اللي درنا فيها صعيب باش نتقدات من داكشي اونغوز
ارسل البنات لقينا ليزار. هذا هو ليزار. دابا الف اللور كنحسب لي هذا هو ليزار وهذا ما كنتش عارفه شنو هو. من بعد درنا هذا وخشينا فيه لاموسيه ودرنا الخدادي وكلشي ونكتشف بلي انا هو هذا هو ليزار. دابا عرفتي شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد ديكور اللي في بالي. ها انت غادي تشوفي خالتي بشرى حيت عندي واحد كوب غليف البيض. غادي ندير كما قلت لكم قبيله البيض والغوز. المهم صدمت خالتي بشرى بواحد الحاجه درتها زوينه واحد اللمسه اخيره هي اللي كتبين داكشي زوين. شوفوا البنات دابا انا صراحه ما كيصلحليش باش نصور معكم كلشي كيف ما شفتوا معايا. مازال هي هذا البيرو هذا الجميل كيفاش داير وهاد النهار كامل تما راه هذه 6 العشيه عرفتوا منين فقت مع العشرة وانا خايضه صوب هذه صوب هذه مع المعلمين مع هذه مع هذه والفقصه والمحنه. هذا الفيديو انا عارفه غادي يجي طويل بزاف ولكن شحال ما جا فيه غادي نحطو ويعني بلا مونتاج بلا تقطع بزاف الحوايج. وفي التخمال كتبغي تحني كتبغي تصرفي على خاطرك ما كيصلحليش نصور بزاف. المهم غادي نسالي البيت وغادي نرجع لكم ونوريكم الريزولطا الاخيره بالتمره اللي دوزت اليوم. المهم نوريكم كل شيء في التالي ان شاء الله. يلا انا نسالي وانا معاكم. البنات جانا الجوع صراحه وكوموندي السوشي كوموندت وشوفوا شو دارت لي البنات اللي فسقت لي تاع هذا يجيك معاهم. عارف جد والله الا كيتلفوا لي السميات. انا كيعجبني هذا بزاف. ومجمعات بحال بحال جبت حتى واحد الباتيسري زوينه. شوفوا شو حاجه زوين. انا كيعجبني بزاف السوشي. اللي خصني تعاونكم بدله يوسف. انا ديما كنبغي الكوموندي ملي كتكون البشره معانا حتى هي كتبغيه. الله يسهل عليك. الله يعطيك ما تمنى عند الله. زوينين هادشي. تسمعني تما ما كتبغيهوش اختي الموز في الكوزينه. فاطمه زهره مالك كي والده مصالح بنتي قد هكا قد هاد البربوشه من النعناع. معليش حط النعناع من هنا حسبني. لا معليش الشيطان يا المرا قد هكا بنتي كتهيني لي دابا بنتي ياكي بنتي صغيرة. قد هكا بنتي قد هكا انا زاك اصاحبي يجي هنا واش كيبيك ربك سانتي كدير ما شاء الله عليها ولا كتهيني لي بنتي وليك انا زاك يجبلها يجبلها يسرى حلوه المكرونه اللي طلبتها. لماذا لماذا والله الا البنات تشمت تعرفي بشحال وحده 11 درهم الوحده. انت كريمه اجي انت كتاكليها شنو هي الحلوه حيت زعما كنعرف داك لا طرت في الراه طار سما ما خصنيش انا ما كليتهاش بزاف الصباح ما كليتوهاش كلينا غير واحد شويه. واخيرا سالينا البيت من بعد واحد المعاناة اللي طويلة. اليوم النهار كامل وحنا واقفين على هذا البيت هذا بالضبط ما درنا حتى شي حاجة. بزاف الحوايج كيف ما شفتوا معايا في الاول الفيديو سمحوا لي فعلا كنت معصبة ولكن دابا يعني صافي عادي تجاوزنا الامر. وهذا ما كان البنات. شكرا بزاف على التتبع ديالكم وهذه هي الريزولتا ديال البيت ديالي. صراحة الله انا فضلت هذا البيت هذا على البيت اللي كان قديم يعني ماشي كان ضرب ولا شي حاجه ولكن فعلا نتوما براسكم غادي تلاحظوا هذه القضيه ان البيت تبارك الله. شوفوا كيفاش نتسع كنت شحال هذه دايره غير داك الناموسيه وهذا الكوافوز صافي كان جاي البيت مضيق بزاف. هذا شوفوا سبحان الله الاتساع اللي فيه عجبني بزاف. لا ديكوراسيون كي جات جاي واحد التيم في البيض والغوز عجبني هاد التيم بزاف البيض والغوز. عرفتي راه واحد عندها واحد لو شارم في شكل وديجا انا كيعجبني هاد لا كولور كتعجبني بزاف غوز بيبي.
داكشي علاش فضلت انني ندير بيتي في هاد الثيم هذا الغوز والبيض. وقولوا لي انتما في التعليق ديالكم كيفاش جاكم الفيديو وكيفاش جاكم زعما لا شومبر ديالي ماشي الفيديو، كيفاش جاتكم كيفاش جاكم هاد لا ديكوراسيون اللي درت. انا غادي نوريكم شنو درت. هاد الفكره كنت خديتها من الاوتيل اللي كنا مشينا ليه انا وميما. يعني جد سهله بزاف. كتشدي زار كتحطيه هكا وكتشديه هكا من الوسط وكديري له بحال هكا. المهم بالنسبه للخده هادي، هذاك الباج اللي وريتكم في الاول هو اللي درته هنا، حيت ما لقيتش خديه وحده اخرى هكا في الغوز ولا شي لون بارد. كنت باغا انا لون بارد وما كرهتش ولو كان في البيض، ولكن ماشي مشكل حتى هذا اللون هذا زوين. المهم كنت درت لكم فلاش، دابا كنظن هكا احسن. زدت عليها هاد الخديه هذه في الغوز وحتى هاد الخديه هذه فوق، درت هنايا هكا وحتى تما كذلك نفس ستيل. وهنا جيت في الوسط وحطيت هاد الكوسان هادي فيها يسرى، جايه زوينه. المهم هرست داك الالوان، هرست مثلا داك الغوز والبيض هرستهم، عجبتني بزاف، عجبني الديكور صراحه عجبني. نعطي لهاد البيت 10/10، غير باقي ناقصه حاجه وحده البنات. باغا ندير لي زيتاجير هنا، بحيت بزاف د الحوايج ما لقيتش فين نديرهم. باغا ندير لي زيتاجير هنا وباغا ندير هكا شي فاز ما بين لي زيتاجير وهاد الكوافوز. باغا ندير شي فاز اللي يكون زوين يكونوا فيه الوريدات في الغوز والبيض، فهمتوا؟ يعني هنايا بغيت ندير شي حاجه. انا كيعجبوني لي فلوغ وديما كيعجبوني الفيزان وداكشي. المهم ان شاء الله مازال غادي نزيد تحسينات لهاد البلاصه هادي وكذلك حتى هاد البلاصه هادي. بالنسبه للمرايا صراحه ما عجبانيش، يعني هاد اللون هذا اللي فيها مارو ما بقاش عاجبني نهار الاول، ما فهمتش. بعد مرات كندير شي حوايج ما كنفهمش فين كيكون عينيا. المهم ما عجبتنيش بزاف حيت عندي الكوافوز وبيت نعاس في البيض. غادي نبدل ان شاء الله شي وحده في البيض وتكون كبيره على هادي وعريضه عليها، لان هادي شوفوا في العرض شويه وصافي. جيت لتما درت داك لاشيز، عرفتي راني سخفانه والله زعما كنهضر بالسيف ومخنوقه. درت هذاك الكرسي حطيت عليه الساك ديالي، داك الساك زوين البنات، كاليتي ديالو كتحمق، واعر كريستيان ديور. المهم ما عرفتش هنا واش ندير التلفازه ولا ندير واحد لي زيتاجير واحد اخرين وهما كيتعلقوا. المهم كيكونوا مربعين كيكونوا ثلاثه نقدر نديرهم هما. المهم ما يبقاش الحيط خاوي كاع، الحيط جاني بزاف خاوي. عارفاكم في لي كومونتير غادي تقولوا لي خصو ريدو خصو بزاف. ان شاء الله مازال غادي ندير شي ريدو هكا يكون في البلون كاسي ولا في البلون شويه يعني كي هذا، يعني غير الغبره غتوسخو بزاف. والله ما عارفه الا اللون ندير، ولكن عاوتاني ما كنبغيوش نديرو داك الالوان المغلوقه، غادي تغلق هادشي كامل اللي دايره غضربوا لي في الزيرو. المهم ما عارفش اينا لون ندير ريدو حتى تقولوا لي نتوما. وكما قلت لكم نبدل المرايا. وهذا ما كان البلاد، دابا غادي نمشي نضرب شي تحميمه حيت بغيت نعيط بزاف هاد النهار، كنحس بعظامي مدقدقين. درت على الهضره وصافي، انا غادي نبان واخا انا مكرفصه. شوفي كيفاش دايره. المهم ثم المريو واخا صغير بلاكار واخا صغير عجبني. المهم هاز داكشي زويون متيول، غنوريكم شنو درت فيه. درت فيه غير البرديلات اللي عندي زوينين، وعاد هادوك لي بوت وداكشي اللي عندي راه نختفي في بيتها حيت انا ما لقيتش فين نديرو. دايره هاد الساك هذا ديال بارفو هنا كيما قلت لكم داكشي اللي كيتعلق. انا البانوار ديالي عارفه هاد البلاصه مخربقه، ولكن عاد نحيد البانوار باش نمشي ندوش. ثم درت هذيك السليله ديالي حطيت فيها السيشوار لي بلاك داكشي كامل اللي ما كنحتاجوش بزاف حطيتهم تما، كنحتاجهم مره وصراحه الديفول اللي في هاد البلاكار هو داك البلاصه عاليه بزاف، يعني فوق ما نبغي خصني نمشي نجيب كرسي وعاد نجي وداكشي، ولكن سي با غاف. المهم هنا حطيت
تما حطيت وحده بحال كرتونه وهي في البيض، عرفتي واحد الكرتونه ما شاء الله عرفتي شحال حاجه معاليه ديال القش، داك الحويجات الصغار كاملين هزاهم ليا، شحال من حاجه لي تخوس لي الخدادي ديال المهم بزاف 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 الغلوفه ديال لي كوسان بزاف الحوايج اللي هزاهم لي. وهذا ماك بالنسبه للحمام ديالي، هي هذه المرايه كيف ما شفتوا، هذه المرايه هذه البنات كتحمق عجبتني بزاف، حتى اللبنه عجبتها زعما اللبنه اللي صعيب تعجبها الحاجه عجبتها، وتا انا عجبتني جايه انيقه، انا بان لي شويه شارجيتها، ولكن ما عندي ما ندير كاع لي برودوي ديالي اللي كنستعمل في الحمام حطيتهم تما داكشي مزيون، حطيت تما البروسادون سونسوتاين هما اللي كنستعمل. بالنسبه للشامبو اللي كنستعمل هيربال اسانس هو هذا سانسولفات، ايوا هادشي اللي كاين البنات الحمام هو هذا، هانتوما البنات شوفوا الحمام زويون صراحه. دابا غادي نخليكم غادي نقول لكم تصبحوا على خير ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، باي باي.